أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاهتمام البالغ الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بالزكاة والسعي الدائم إلى تأصيلها عبر سن القوانين التي جاءت بها شريعة الإسلام من حث على التكافل والشراكة المجتمعية، وذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح الندوة 27 لقضايا الزكاة المعاصرة بتنظيم من صندوق الزكاة والصدقات بالتعاون مع بيت الزكاة بدولة الكويت الشقيقة. الندوة تهدف إلى إحياء الاجتهاد والبحث في قضايا الزكاة المستجدة، لأنها تجل هذا الركن العظيم وتقدر ماهيته في نفوس المسلمين. جاءت هذه الندوة لتتدارس الزكاة ما بين الأصالة والمعاصرة، واستهلت بكلمة لمعالي وزير العدل الذي أشاد بدور بيت الزكاة الكويتي الذي توصل إلى اجتهادات متميزة غطت مجالات مصارف الزكاة ومجال تنمية أموالها وتحويلها من قوة استهلاكية إلى قوة منتجة. هذه الندوة تأتي لتعبر عن هذه العلاقة الوطيدة وعن المصير المشترك وعن الالتقاء أو الانصهار الثقافي والاجتماعي والأخوي ما بين البلدين. جاءت هذه الندوة وتم اختيار مملكة البحرين لتكون محلا ومقرا لإقامة ندوة بيت الزكاة التي تعنى بقضية تعتبر فريضة من فرائض الإسلام، ألا وهي فريضة الزكاة. تم اختيار هذا البلد لأنه معني بخدمة القضايا الإسلامية، معني بخدمة الباحثين، معنية بخدمة الفقهاء، معنية بتقديم ما تحتاج إليه الكويت وشعب الكويت لأي خدمة على أي وجه وفي أي صعيد. المحور الثالث فيكون بإذن الله تعالى أيضا في النظر في زكاة الودائع الاستثمارية. ندوة تضم قضايا عدة من شأنها بلورة الزكاة بعين الواقع والجدة، فها هي تناقش عبر كوكبة من العلماء والخبراء مسائل عديدة. المسألة الأولى هي كيفية احتساب زكاة شركات التأمين، كيف نستطيع أن نحتسب هذه الزكاة ونخرج الزكاة من هذه الشركات، وكذلك المسائل المستجدة المتعلقة بمصرف العاملين عليها وهو مصرف من مصارف الزكاة الثمانية. وأما الآخر هو أو آخر محور من هذه المحاور التي سيتم إن شاء الله مناقشتها في هذه الندوة ما يتعلق بزكاة الودائع الاستثمارية، سيتم إن شاء الله مناقشتها كيف استخراج هذه الزكاة من هذه الودائع. وفي يوم الجمعة إن شاء الله سنخرج إن شاء الله بالتوصيات وأهم النتائج من هذه البحوث المقدمة في هذه القضايا التي ذكرناها. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من جانبها تنظم سنويا مثل هذه الندوات العلمية والفقهية التي ترنو من خلالها إلى توعية المجتمعات والارتقاء بها. من أجل إثراء المكتبة الإسلامية البحرينية بملفات الزكاة المعاصرة تأتي هذه الندوة المشتركة في إطار تبادل الخبرات والاستماع للمتخصصين ونشر مختلف تجاربهم. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.